طب دلوقتي يا شيخ، في حضرتك كان في اخ من تونس سأل حضرتك على ان المأذون امرأة، اي مأذون؟ لا، المأذون الذي يوثق، الذي نعم يوثق العقود يعني. سمحت، وكنت سامح حضرتك قبل كده برضو ان الواحدة لو اهلها يعني مش موافقين على الزواج يعني عندا او بدون سبب، فممكن المأذون يزوجها. المأذون هنا سيزوج باعتباره نائبا عن الدولة، باعتباره قاضي. نعم، فيصح لو كانت المأذون امرأة يصح ان هي تزوجها؟ ما هي باعتبارها وكيلة عن الدولة، لكن حتى لو حبت تخرج من هذا الإشكال يزوجها أي رجل أجنبي، تولى أي رجل أجنبي، والمرأة المأذونة بس يسجل. شكرا.